السلام عليكم، كيف عاملين؟ لاباس عليكم. تتم الفيديو السابق، اليوم غنتكلم على علاقة تكيس المبيض بتأخر الحمل، وأيضا في حالة حدوث الحمل ما هي المخاطر التي يجب تجنبها. أولا بغيت نقول أن أغلبية النساء كيكون عندهم هذا المشكل ديال تكيس المبيض، غير ما كيكونوش عارفين بالضبط، وبالتالي عند الرغبة في الحمل عاد كيكتشفوا هذا المشكل. فبزيارة طبيب كيمكن يوضع خطة علاجية اللي تكلمت عليها في الفيديو السابق، اللي ما شافوش ممكن يشاهدو بعد هذا الفيديو. فالطبيب كيوصف ليك أدوية كتزيد من فرص الحمل كيف ما سبق وذكرت في الفيديو السابق، يعني أدوية عبارة عن هرمونات، ولكن حتى كيكتشف السبب عاد كيتم العلاج. فاللي بغيت نوضحه أن عدم الحمل أو تأخر الحمل يمكن أن يكون بسبب تكيس المبيض، وذلك لوجود اضطرابات هرمونية وسمنة. أيضا اللي كتعاني منها أغلب النساء، يعني اللي عندهم متلازمة تكيس المبيض واللي كتقلل من فرص حدوث الحمل، والأغلبية في الأخير كيلجؤوا لتقنيات التلقيح الصناعي من أجل الحمل. أغلب النساء اللي كيكون عندهم هذا التكيس المبيض يعني كيحاولوا، يعني مرات متعددة كيحاولوا الحمل، ولكن كيكون سبب ما كيحبس هذا الحمل هذا. فعندما يتم الحمل في بعض الحالات فهي كتكون يعني مغامرة كبيرة، لأن عندها مخاطر لا على الحامل ولا على الجنين. فغنوضح الآن شنو هما المضاعفات اللي يمكن يسببها تكيس المبيض أثناء الحمل. يعني كتب الله أنك حملتي وعندك تكيس المبيض، شنو هما هاد المضاعفات؟ فالحامل ممكن أن تصاب بتسمم الحمل لابخي إكلومبسي أثناء الحمل، اللي كتطلب مراقبة شديدة، يعني مراقبة طبية شديدة لتفادي العواقب. أيضا يمكن أن تصاب بارتفاع ضغط الدم أو سكري الحمل، ديابيت جيستاسيونيل، اللي كيطلب اللجوء إلى استخدام إبر الأنسولين طول فترة الحمل لعلاج ارتفاع سكر الدم عند الحامل. يعني كتولي الحامل متبعة يعني بشكل يعني كل مرة كتبع على هاد المشكل هذا ديال لو ديابيت جيستاسيونيل، كتبع عليه هاد سكري الحمل حتى ما يوقعوش يعني مضاعفات. وهنا بغيت نشير لواحد النقطة، هي أن الحامل المصابة بالسكري احتمال كبير أن حجم الجنين ديالها كيكون أكبر من الحجم العادي، وبالتالي كتكون صعوبات في عملية الولادة. هادو أغلب المضاعفات على المرأة الحامل اللي ذكرت الآن أثناء الحمل ووجود تكيس المبيض. الآن غنتكلم على تأثير تكيس المبيض على الجنين أثناء الحمل، شنو هما أغلب المضاعفات أو المخاطر اللي كيوقعوا الجنين. فاحتمالية الولادة احتمالية الولادة بعملية قيصرية كتكون كبيرة، يعني أغلب الأمهات اللي عندهم تكيس المبيض كتكون ولادة ديالهم ولادة قيصرية. أنا كنقول أغلب ليس الجميع. أيضا ممكن أن تكون ولادة مبكرة، في بعض الحالات كتكون ولادة مبكرة وهذه عندها عواقب وخيمة على يعني على لا على الجنين لا على الحامل. أيضا في بعض الحالات كيكون إجهاض يعني مبكر كيكون بسبب تكيس المبيض، خلف الهرمونات إلى غير ذلك. زيادة في وزن الجنين، وهذا الشيء اللي ذكرت من قبل، هو أن الجنين كيكون عنده وزن كبير وبالتالي كتصعب الولادة. ايضا احتماليه اصابه الجنين بتكيس المبيض لاحقا، يعني بنسبه 50% من الحالات اذا كان الجنين يعني انثى كينتقل يعني عبر الجينات من الام
البنت ديالها، يعني ملي كتوصل البنت لسن المراهقة ولا، فعندها احتمالية كبيرة الإصابة، يعني بحال الأم، مثل الأم ديالها ممكن أن تصاب بتكيس المبيض. فهذه النقطة يعني يجب يعني الحذر منها. وبالتالي وصلت لنهاية الفيديو، نتمنى يكون الموضوع كان مفيد بالنسبة لكم. كنتظر تشجيعاتكم، واللي عندها أي سؤال في الموضوع ممكن تركولي في التعليق، وشكرا والسلام عليكم.